السلام عليكم شباب تاني سنة، واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده ان شاء الله نحل مع بعض هوم ورك سيشن 9، درس سهل جدا. تعالوا نشوف مع بعض كده الاسئله عامله ازاي. اول سؤال بيقول لنا the apex angle of a thin prism is، طبعا احنا قلنا الابيكس لا تتعدى 10 ديجري، يعني less than 10، يبقى ليتر ايه. نمبر 2 ray of light falls on a thin prism. انا قلت لكم يا جماعه طالما قال لي thin prism يبقى على طول الالفا، الالفا ايكوال ايه؟ اي ان ماينس 1. فمديني الانجل اوف ديفيشن اهي ب 4 والابكس ب 8، عايز الريفراكتيف اندكس، عايز الان. يبقى نقول الالفا نوت ايكوالز اي ان ماينس 1. هنا دي ب 4 دي ب 8 ادي ان ماينس 1. طبعا ال 8 تروح بالديفايد يبقى 0.5 ايكوال ان ماينس 1. يبقى الـ n equal 1.5، يبقى إجابتنا لتر E. number 3 thin prism has an angle of 5، يبقى دي الـ apex refractive index 1.6، it produces minimum angle of deviation equal كام؟ تعالوا كده، يبقى الألفا نوت equal A n minus 1. يلا يا جماعة الـ apex بكام؟ الـ apex بـ 5، الـ n بكام؟ 1.6 ماينس 1. تطلع معانا الكالكوليتر كده الالفا نوت ايكوال 3 ديجري، يبقى ليتر دي. نمبر 4 thin prism has an apex angle of 6 causes deviation 3 ديجري، يبقى دي كده الاي الالفا نوت، ودي كده الابكس. ذا ريفراكتيف اندكس، وبالتالي الريفراكتيف اندكس بتاعه كام؟ يعني نحسب المره دي ال n، يبقى نقول الالف ايكوال ايه؟ n ماينس 1. طب الالفا، الالفا بكام عندنا؟ الالفا زي ما احنا شايفين ب 3، تمام كده ب 3، والابكس ب 6 ادي n ماينس 1، هتروح الناحيه الثانيه برضو بالديفايد كده يبقى 0.5 ايكوال n ماينس 1 معظمها 1.5، letter D. Number 5 if the angle of deviation of the light in a thin prism equal its apex، يعني الالفا نود equal الابيكس. ماشي، عايز يحسب الريفراكتيف اندكس. طب تعالوا كده اكتب الرول، الالفا نود equal A n minus 1، الالفا نود زي ما هي، اشيل الابيكس واحط الفا نود n minus 1، هنعمل divide في التو سايدز على الفا نود، هنا هيبقى 1 الناحية التانية هتتكنسل، يبقى n minus 1 بالشكل ده. معنى كده ال n بكام؟ هتقولي ال n equal 2، بس كده، يبقى letter B. number 6 يقول لي the opposite graph depicts the relation between الالفا نود والابكس، فبيقول لي so the refractive index of the prism is material. احنا عارفين ان هنا السلوب عبارة عن مين؟ عبارة عن الفا نود ماينس الابكس. طب من الرول، من الرول تطلع مين؟ ان ماينس 1، معلمكم من زمان، يبقى الرقم الاخير مع الرقم الاخير عشان يبقى في السيف سايد، يبقى 5 اوفر 10 ايكوال هاف، يبقى ال ان 1.5. سؤال سهل ما فيهوش حاجة. السؤال اللي بعده thin prism has an apex of 6، يبقى الـ apex equal 6 degree. If the refractive index for blue light، يبقى ده كده in blue وده كده in red، عايز يحسب الـ angular dispersion. احنا عارفين الـ angular dispersion equal A equals A in blue minus in red. الـ apex بكام؟ الابيكس ادهلنا اهي ب 6، يبقى 6 افتح براكت 1.65 ماينس 1.6 تطلع كام يا جماعه؟ 0.3 ديجري على الكالكوليتور، يبقى اجابتك لتر سي. السؤال اللي بعده سؤال حلو قوي، بيقول لي if the summation of the refractive indices of blue and red light of a thin prism 3.1، يعني ان blue plus ان ريد
equals 3.1 ماشي. And the difference between them يبقى n blue minus n r بكام بقى؟ 0.1. حلو، يبقى كده مديني مين ومين؟ مديني summation، مديني difference. حلو، عايز يحسب ايه؟ عايز يحسب الاوميجا اللي هي dispersive او dispersion power. عادي، طب واحدة واحدة، هات مسألة كده من الاخر. انت عايز الاوميجا صح؟ هي الاوميجا ايكوال ايه؟ لو استخدمنا قانون الانات يبقى ان بي ماينس ان ار اوفر ان يلو ماينس 1. طب ده حلو قوي، ده كده كده مدينا ان بي ماينس ان ار، بس المشكله في مين؟ ما عندناش ان يلو. طب ما احنا عارفين ان يلو عباره عن ان بلو بلس ان ار اوفر 2. طب ما مدهم لنا على بعض بكام؟ ب 3.1 ديفايدد باي 2 تطلع 1.55. كده خلصانه. يلا، يبقى ان بلو ماينس ان ار كده كده مدهلنا ب 0.1 ديفايدد باي 1.55 ماينس 1 تطلع الكالكوليتور 0.18 يبقى ليتر سي. فهمنا شباب؟ سؤال لذيذ. نمبر 9. نمبر 9 بيقول لي two thin prisms are made of different materials if the refractive indices for the red of red light and the blue. خد بالك، يبقى ده ان، بدأنا بالريد وده ان بلو، ولو انت مركز لازم تكون ان بلو اعلى من ان ريد. ماشي، طب التاني ده برضو الان ريد وده ان بلو. So the ratio between the dispersion power of the first and that of the second، يعني عايز اوميجا 1 على اوميجا 2. ماشي، طب تعالوا كده معايا واحده واحده. انت كده كده لازم تجيب الان يلو. الان يلو للاولاني احنا لسه قايل ان يلو عباره عن السميشن بتاع ان بلو بلس ان ار ديفايدد باي 2. طب بالنسبه للبريزم الاول يبقى 1.48 بلس 1.56 ديفايدد باي 2 تطلع 1.52. طب البريزم الثاني الان يلو بتاعته عباره عن نفس الكلام 1.63 بلس 1.69 divided by 2 تطلع كالكوليتر 1.66. حلو قوي كده، معانا ان يلو الاول وان يلو للتاني. معايا كده يا شباب؟ ماشي، طب يلا بينا بقى، عايزين نجيب الاوميجا الاولى ونجيب الاوميجا التانية ونجيب الريش ما بينهم. يلا بينا. الأوميجا 1 كده كده الأوميجا إيكوال إيه؟ الأوميجا عبارة عن إن بلو ماينس إن آر أوفر إن يلو ماينس 1، صح كده يا جماعة؟ طب الأولاني الإن بلو بتاعته بكام؟ 1.56 ماينس 1.48 ديفايدد باي إن يلو ماينس 1. إن يلو بتاعت الأولاني 1.52 ماينس 1 على الكالكوليتر تطلع لك 2 اوفر 13. ماشي، يلا نجيب التاني. الاوميجا التانية نفس الكلام، ان بلو ماينس ان ريد يبقى 1.69 ماينس 1.63، ان يلو ماينس 1 يبقى 1.66 ماينس 1 تطلع 1 اوفر 11 ده التانية. طب يلا يا جماعة، لما أقول لك بقى أوميجا 1 أوميجا 1 أوفر أوميجا 2، أوميجا 1 يبقى 2 أوفر 13 باي ونشقلب زي ما عودتكم يبقى 11 أوفر 1. 11 باي 2 يعني 23 أوفر 13 يبقى إجابتك لتر سي. يبقى أنت تجيب ده وتجيب ده تعملهم ديفايد بعض. بعد كده نمبر 10 بيقول لي a thin prism has an apex angle 10 ماشي refractive index 1.6 if it is submerged in a liquid. حلينا زيها قبل كده، ده الـ in liquid. طب يلا جماعة لما نيجي نشتغل الالفا equal كده كده ايه؟ n minus 1، بس any n احنا قلنا n من مين لمين؟ n من liquid لprism، يعني n prism over n liquid، واشتغلنا عليه اكتر من problem. يبقى ان بريزم اوفر ان
liquid. In the prism over in liquid. Minus 1, عوض. And if accept 10 in the prism 1.6 in the liquid 1.25 minus 1, عوض. تطلع معك على الكالكوليتور ب 2.8 degree. يبقى letter B. السؤال اللي بعده هنستخدم نفس الفكرة. فبيقول لنا the ratio between, يلا كده, ratio of the angle of minimum deviation of the prism in air, الN بتاعت البريزم عادي, to its value when it is deep in water, لما غطسناها في مية. معنى كده عايز relation بين الفا في الهواء والفا لما تغطس في المية. طب ما كده كده الالفا equal A, يبقى لما كان في الهواء بN prism minus 1. طب لما نزل تحت في المية يبقى الابيكس إن prism over N بتاعت الليكويد minus 1. طب يلا يا جماعة كده واحدة واحدة. مبدئيا ال N prism over N liquid, تعالوا نحسبها كده على جنب. هتقول لي إن prism يبقى 3 over 2 باي, ونشقلب إن liquid هيبقى 4 over 3, يعني كام؟ 12 over 6, يعني من الاخر كده 2. حلو, يلا نعوض. كده كده الابيكس هتتكنسل. ال ان بريزم ب 3 اوفر 2, لان جلاس اوفر 2 يعني 1.5 ماينس 1 اوفر, احنا لسه مطلعينها 2, لان بريزم اوفر ان ليكويد اللي هي دي كده ماينس 1. هتحسبها هتطلع معانا 1 اوفر 2. بعد كده بيقول لي a light ray is incident upon a prism in minimum deviation position and suffers a deviation of the angle of deviation بتاع 34 if the shaded half of the prism is knocked, يعني رح نقطعين البريزم نصين. اللي حصل الابيكس كده, الابيكس اتقسمت نصين. فبيقول لي the ray will هيكون عنده, تعالى كده, ادي كده الالفا ايكوال اي ان ماينس 1, الان ثابت, الابيكس بقت النص. طب ما رديش من الابيكس والالفا دايركت. طب الالفا كانت ب 34, نصها هتبقى 17 عشان الابيكس قلت للنص, شلنا النص بتاعها فقلت للنص, والان ثابته يبقى الالفا كمان تقل للنص. في البروبلمز بيقول لنا thin prism of angle 4 refractive index 1.5 finds angle of deviation, سهلة بقى, الالفا equal a ان minus 1, نعوض. الابيكس بكام؟ الابيكس ب 4, الابيكس ب 4 صح كده, ال n 1.5 minus 1, هتطلع الكالكوليتور equals 2 degree. number 2, thin glass prism is immersed in a liquid, نفس الفكرة يا جماعة, الليكويد ده 1.2, حلنا زيها قبل كده كتير, انا بس انا قاصد نعمل استرس عليه, ولان جلاس بتاعت البريزم 1.5 والابيكس بتاعته ديفيت, لا دي الالفا باي 2, فعايز يحسب, عايز يحسب الابيكس. فبيقول لي ايه بقى, عايز يحسب كالكيتز انجل اوف ثين بريزم, يعني عايز يحسب الابيكس. الالفا كده كده ايكوال ايه, ان مين, ان بريزم اوفر ان ليكويد ماينس 1, الالفا ب 2, الابيكس عايزين نحسبها يبقى 1.5 اوفر 1.2 ماينس 1. على الكالكوليتر هتطلع الابيكس ايكوال 8 ديجري. بعد كده بيقول لنا white light falls on a face of a glass prism whose angle 8, the refractive index of its material to blue and red colors, يبقى ده in blue وده in red, ماشي, respectively. عايز يحسب ال angular dispersion, ماشي يلا بينا. ال angular dispersion ال omega, سوري معلش, ال angular dispersion ايه دي بتاعنا, ادي ال angular dispersion
equal ايه؟ تعالى معايا، ما equal كده كده ان بلو، او نقول له ايه، ان بلو ماينس ان ريد. ماشي. طيب الابيكس بكام؟ قال لك الابيكس ب 8، ان بلو 1.7 ماينس ان ريد 1.5. تمام. تطلع الكالكوليتر كده 1.7، تطلع يا جماعة 1.6. حلو، يبقى كده 1.6 dispersive power. عندك الأوميجا، الأوميجا إيكوال ماشي إن بلو ماينس إن آر أوفر إن يلو ماينس 1. تعال نجيب الإن يلو، الإن يلو عبارة عن إن بلو بلس إن ريد أوفر 2، يبقى 1.7 بلس 1.5 ديفايدد باي 2، يعني تطلع 1.6 في النص ما بينهم. ماشي، يلا نعوض. ان بلو بكام؟ 1.7 ماينس 1.5 ديفايدد باي ان يلو 1.6 ماينس 1. احسب كده معايا، يبقى 1.7 ماينس 1.5 ديفايدد باي 1.6 ماينس 1 تطلع 0.33. ماشي، عايز الديفيشن اوف ذا ريد اند بلو كولرز، يبقى عايز الفا بلو والالفا ريد. الفا بلو يبقى ايه؟ ان بلو ماينس 1. الابيكس بكام؟ الابيكس ب 8. ان بلو 1.7 ماينس 1 تطلع كام بقى كده اهو؟ تطلع 5.6. حلو. طب الفا ريد يبقى ايه؟ ان ريد ماينس 1 يبقى 8.5 ماينس 1 تطلع بفور ديجري. السؤال بقى الاطول من حياتكم ده وحلينا زيه، بس الحاجه الانون هنا مختلفه. مدينا هنا بيقول لنا two thin prisms. One of them is made of crown glass whose angle is 6.25. يبقى دي ال A1. Average refractive index 1.2. يبقى N yellow 1. Dispersive power 0.048. The omega 1. While the other thin prism is made of rock glass whose angle ال A2. Dispersive power ادي ال omega 2. بقول لي calculate the average refractive index of the rock glass thin prism. حلو قوي، يلا بينا كده. بيقول لي knowing that both prisms have the same angle of dispersion، ده مفتاح المسألة. يبقى AD1 equals AD2 زي ما اتفقنا الـ angular dispersion. هعود بقانون الإنات، يبقى A1 N بلو minus NR equals A2 N بلو minus NR للبريزم التاني. طب احنا وقفنا هنا، هو عايز أصلا ان يلو، فلما تيجي تبص كده وتشتغل هتلاقي هنا ايه. مبدئيا كده احنا عارفين الاوميجا، الاوميجا كده كده ايكوال ان بلو ماينس ان ار اوفر ان يلو ماينس 1. وقلنا الكلام ده واحنا بنشرح، يبقى احنا نشيل ان بلو ماينس ان ار ونعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى ده باي ده. يلا كده نعوض، يبقى الابيكس زي ما هي مالتبلاي اوميجا 1 مالتبلاي ان يلو 1 ماينس 1 equals ابيكس 2 نفس الكلام اوميجا 2 multiply ان يلو 2 ماينس 1. يلا يا جماعه عوض، الابيكس بكام؟ 6.25. اوميجا 1 0.048. حلو، multiply ان يلو 1.2 ماينس 1 equals ال A2، ال A2 6.25. اوميجا 2، اوميجا 2 بكام؟ 0.012 مالتبلاي ان يلو 2 احنا عايزينها، ان يلو 2 احنا عايزينها ماينس ايه؟ ماينس 1. بان يلو 2 ماينس 1. حضرتك على الكالكيتر مفيش غير انون واحد، تطلع ان يلو 2
equals 1.5. اخر سؤال هنا مدين الالفا وان ماينس 1 بيقول لي احسب لي الابكس انجل. انت كده كده عندك السلوب عباره عن الفا نوت اوفر ان ماينس 1 يعني اديني الابكس. يبقى يا جماعه هنا بقى السلوب بتاعي عباره عن تاني الانجل، يبقى السلوب ايكوال الاي يعني ايكوال تان الايتي. تطلع الكالكوليتر معاك 5.67. فهمنا هومورك سهل بسيط. اشوفك على خير ان شاء الله في هومورك جديد. مع السلامه يا شباب.